فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وتجيك طازة ومقرمشة وساخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا علي من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضاء قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحان الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحنا كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يا لانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله. طمني يا سلومة، اجدد الامتحانات ان شاء الله غير حالتي كويس. والله يا جدي بصراحة يعني مش كويس كويس، لكن يعني اهو نص 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 نص. البري عليك منكش قالي كويس امس في الليل. انا نعرفك شاطر، لما تحط حاجة في راسك ما تصعبش عليك. شن صار لك يا سلومة؟ انت حسك خوفتي من قصة النص نص هذه. والله يا جدي شو نقولك، ان شاء الله خير يا جدي. اهو يعني في كم سؤال هيك ما عرفتش حلهن، لكن اهو صرفت. صرفت كيف يعني؟ رجعت معلوماتك؟ والله شو نقولك يا جدي، يعني سؤال خذيته من طالب اللي كان مقبز في جنبي، وسؤال اخر يعني علي يعني حظي كان كويس اهو، كان معي حجابات يا جدي. يقطع حظك مش يعني معايا كويسك يعني. لا يا باتي، هذا مش حسن حظك، هذا من سوء حظك وطيح سعادتك. تعريش يا جدي توكل ما ضعريش. صدقني يا وليدي الحال ما مشاشك، يقول الحال مات يا وليدي. هذا غش ما غش. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام شن قال لنا؟ من غشنا فليس منا. يعني انت توكي منكش منا ومنكش وليدي. هاي شو حليش يا جدي؟ تو والله حتى ربنا بحقتنيش يا جدي. تو بناسك سؤال وجاوبني عليه بصراحة. لما تخرج بعدين وتبتلك الدكتور وتجيك حالة محتاجة العملية مستعجلة، حتغش من؟ من اللي يساعدني؟ ها من بيساعدك في العمليات؟ ولما تقعد مهندس وتكلفك الدولة انك تدير عمارات وابراج وتبني بيها بلادك، من بتغش وقتها؟ والله من اللي عارف يا جدس. هذا اللي نحكي عليه، تبني غلط وتطيح عمارات على الناس وتقعد قتل. يا سلومة عمرك ما تقرأ لشان الشهادة في حد ذاتها، لان الشهادة في اللي شراها وزورها وهو جاهل، لكن اقرأ على خاطر تنور نفسك وتفيد بلادك وانك تساهم في بنائها بأي صورة من صور البناء. حتى بتزرع الوطاة وتقدم لبلادك فاكهة وخضرة، انت كي ساهمت في بنائها. مظبوط يا جدي. ولما تخدم في عام النظافة وتنظف شوارع بلادك وتحاول أذم الطريق، تبقى انت كي ساهمت في بناء بلادك. لكن أهم ديما هو بناء الإنسان، والإنسان ما ينبناش بالغش يا سلومة. الغش دليل كبير على أن الإنسان اللي غش إنسان مش كويس. أكيد يا جدي. أنت يا جدي كل موضوع بيني وبينك تحكي عليه في قصة. أكيد عندك قصة هكي على الغش يعني. باه يا سيدي خليني أحكي لك الحكاية بلقي تلقى فيها العبرة. هذا يا سيدي في عصر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي كان عادل وزاهد وشايل هم الناس كلها وما يأكلش لعند ما يأكلوا الفقراء قبل اللي يعيشين معه. وفي ليلة من الليالي كان ديما متعود إنه يطلع ويجول في الشوارع ويصار من أجل الرعية اللي هم من يسلومه اللي هم الناس. وكان في ولية تبيع في الحليب،
فلما مر سيدنا عمر من قدام حوشة ذلك الولية للدف الحليب، سمع الولية تحكي مع من؟ مع بنيتها، وقالت لها زيدي الحليب مية مش أكثر ونكسبه أكثر. ردت البنت وقالت لها يا أمي توا يعقبنا أمير المؤمنين. قالت الأم وأمير المؤمنين وين يحق فينا توا؟ كيف هيعرفها؟ قالت لها البنت لو كان أمير المؤمنين عمر ما يحقش فينا فرب عمر يعلم باللي خافي وعارف كل حاجة. ولما سمع سيدنا عمر هذاك الحديث اللي صار ما بين الولية وبنتها مشى الوليدة وقال يا وليدي لو كان تبي خير هالدنيا والآخرة فأنا لقيت لك عروس صالحة تنفعك وتصونك في حوشك ومش حتى كيفها في الدنيا هذي بكل. وفعلا خذاها وعاش معها عيشة وتم من أسعد الناس. وبعدين يا وليدي تمت هالبنية حفيدة هو من؟ هو الحاكم العادل العالم عمر بن عبد العزيز. هكي تمينا حكايتنا، شكرا للي تابع فينا. غير العنوان لحلقتنا عنكم بالعاني خضينا، تتصلوا هذه فكرتنا تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صيفة تعنينا، بكرة تجدد لمتنا يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو رضينا علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم، للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وتجيك طازه ومقرمشه وساخنه اوه حاجه صح ومش ضايق البيتزا الامريكيه اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجه تعويتك في صاله الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح، هذه حاجه فوق الخيال. اكيد عرفتوا على من نحكي، نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعه العرب الطبيه، البيضه قرب الاذاعه خلف مصرف الامان، طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية، شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تستيكن.